في هالمطعم هذا، صورت كم يوم اكثر من مره. هذا بالنسبه لي توب صراحه على مستوى ريوك، هني في منطقه في اقليم يعني خلينا نقول سكاريا، قريب من سكاريا. هذا اسمه تحت وموجود في مفضلتي، وحط لكم بعد الرابط تحت. هذا الاكل غير، ليش؟ لان اهالي هذه القريه يعتبرون من اباخازيا او اقليم، عرفتوا رشدي اباضه مثلا، او هذول كلهم من اقليم في جورجيا اسمه اباخازيا. الحمد لله. سلجوق كم قاعده؟ سلجوق وين؟ سلجوق. سلجوق ابا. اوه السلام عليكم كاردشي. الحمد لله. الحمد لله. هاو ار يو؟ ما شاء الله ما شاء الله. القرية هني كلهم من اقليم اسمه ابخازيا، صراحة انا ما كنت اعرفهم قبل لا اجي هني، فرات سولف لي عنهم وكذي جيت، ولا سبحان الله يعني لهم تاريخ وقصة. اقليم اسمه ابخازيا اعتقد حاليا موجود داخل جورجيا، قبل 100 سنة واكثر صاير في يعني مثل ما تقول معركة مع الروس، فالمسلمين منهم هاجروا الى المناطق هذه اللي هي الدولة العثمانية، وتركزوا يعني مثل ما تقول ما تشتتوا، لا تركزوا في بعض القرى. واحدة من القرى هذه اللي احنا فيها قريبة صايرة من سكاريا، خمس دقائق يعني من سكاريا، خمس دقائق تقريبا بجهة تشنك رايح بولو كذي او هندك تقريبا، يعني يصير على يمين القرية. ثقافتهم حلوة. اولا راح تلاحظ لما تدش القرية ترتيب الحدائق، عندهم شيء مرتب الحدائق كذي، صراحة اكلهم حلو يعني اطباق ما قارنهم مع المطاعم التركيه اللي بس عسل وما ادري شنو مربى، لا لا في اطباق عندهم حلوه بالريوق، ما ادري ايش اسمه، تعرف تشوف شيء حلو وتاكله مذاقه حلو بس ما تدري ايش اسمه. السلام عليكم. ما شاء الله. شوف هذا الخبز وهذا الجبن بالفخار يسوي هنا على الحطب، يعني مثلا هذا الطبق شو اسمه ما تدري بس لذيذ، هذا لذيذ، هذا شو اسمه ما تدري بس شيء لذيذ صراحة. عيونهم طيب. شو شكلها؟ بك مهلمة؟ لا منمة؟ منمة هذه معروفة، هذه معروفة. الله 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 الله، هذا جبن يا سلام، والله ما شاء الله سلجوق بيه ما شاء الله، والله طباخ طلع يعني صاحب المكان، وهم ما شاء الله شيف ما شاء الله. ها كان والله طلع على النهر هنا، هذه قاعدات هنا المنطقة هذه، والمنطقة هذيك شوي حديقة وحلوة. جو والله فاضي، العادة ترى زحمة، واحذروا تجون بالويكند زحمة هني كلها أتراك. أذكر السنة اللي طافت فرات جابني هني، قال محمد بوديك مكان ما أتوقع يعرفونه يعني خليجيين أبدا، وصوره للناس خلي الناس تستفيد. عاد لما جينا هني هذا سلجوق اسمه صاحب المكان، يعني سأله فرات قال يجونك؟ قال ما نادر أذكر، يعني مره مرتين يجوني بس ناس يعني خلينا نقول خليجيين او عرب. الحين جيتها ما شاء الله تبارك الرحمن يمدح حيل، يقول انت صورتني السنه اللي طافت. اللي يبي ريوق طيب عز الله مكان في ريوق طيب، بس مثل ما قلت لك لا تسال هذا شو اسمه او هذا الطبق شو اسمه. هبسي ما سيق هبسي، والله ما ادري ما يعني شنو هبسي يا جماعه ما ادري، بس المهم انه الفكره في اطباق ما تعرف شو اسمها بس لذيذه. هذا واضح جبن بس اسمه ما اعرف شو اسمه، هذا شو اسمه ما ادري شو اسمه، بطاط هذا بطاط. تلاحظون الاكل يتاخر ليش؟ واحد بس يطبخ وصاحب المكان نفسه تلقاه داش طالع، يروح من داخل هني يطبخ بعدين يجي هني يشيل يودي حق الناس. واليوم ماكو احد، اليوم فاضي، الظاهر انه يوظف ناس باليوميه بس بالويكند. لاحظ شوف هو نفسه، هو صاحب المكان، هو الطباخ، هو اللي يقدم. ما شاء الله سلجوق بيه ما شاء الله. أوم ما شاء الله عليك. قولي بالله هذا الطبق شو اسمه؟ ما بالاسم مالك شغل بالاسم، بس المذاق ما جاك علي على قولتهم. هذا الموضوع عندي. هذا سبايسي. شو اسمه؟ لا تسألني. شنو قررت؟ قررت وين؟ راح أرينا ولا نسبح مسحنا؟ كيفك؟ اليوم المسبح نظيف ومعبى والأمور تمام. تبي مسبحنا ولا تبي نروح الفندق؟ كيف؟ نبي نروح الفندق. تم بالله بإذن الله. الله عليك وغناك الله خالي. اي والله كثر الله خيرك يا حبيبنا، الله يجزاك خير، بس عسى ذوقي طيب المطعم. انت كلك طيب. لا خوش مطعم والله صراحه.
اللي يبي شيء ما قلت لك لا تسأل عن الاسم بس حمسات ما حمسات والله عليكم هالمرة حتى اسمه صعب ما أدري إيش اسمه الشارة يمكن أحط لكم سنابة تحت ويبيع جاكيت صح يبيع جاكيت ما أدري والله بس شكله 600 ليرة الظهر هذا ما أدري المهم كان حساب أول العام كنا نجي نحاسب الشخص ب 60 ليرة الحين صار غالي ب 100 ليرة على فرق العملة الظاهر هذا سلجوقبي صاحب الحلال هو قلت لكم هو قرسون هو الطباخ هو صاحب المكان الله رزولت الله سنان رزولت تشكر تشكر ها هل البيع ايه وقزيلو ها قزيل فيات يري يري فيات يري يري شنو صفر صفر يعني قجير قجير صفر يعني وكالة جديد بنا كله قصة قادة كان شوف كان ضيق عليه ونوى يبيعه يقول هذا اللي فهمته ها بس قزيل ها ايه شرها وضيق عليه عرضه للبيع بمطعمه كيف مطعم مطعم يا اخي واحد مطعم يعني ايش تبون انتم جاك ايه ضيق عليه بيرد يبيعه ما شاء الله تبارك الرحمن هذا العنب بس شكله تو الناس يابس ما ادري والله اي شهر تقريبا هني بصبنجه يعني يكون ناضج اتوقع اخر شهر 8 لان للحين واضح يابس توكلنا على الله عندنا هني نظام في صبنجه انك لا يعني لازم تصيد الاجواء شو الاجواء ان تعرف متى تطلع متى ترد بمعنى ان اذا تبي تطلع مو تطلع والله الساعه 1 الظهر تقول والله حر خصوصا حق منه خصوصا حق محبين النوم مو تقول والله حار الاجواء حاره مش لا الوضع هني خصوصا في شهر 7 وشهر 8 امرين يا تقوم مبكر 9 ونص كذي 10 طالع تروح تتريق في احلى الاماكن الاجواء جدا حلوه حتى الجو لطيف ما في حراره شديده معاك ليل 1 ونص امامك خيارين يا يعني انك ترد تريح شغل مكيف تقعد بالصاله تقعد تبي تنام شيء او انك تروح لك مول من هالمولات المكيفه مو تطلع 1 الظهر لان انا بالنسبه لي 1 ونص الى 3 هالساعه وساعتين خلينا نقول انحش بعدها سلمك الله ابد بعد 3 ونص توكل على الله اطلع طلعتك الثانيه وطبعا النهار طويل من الغروب تقريبا على 8 ونص فخذ راحتك مو تطلع الظهر وتقول والله الاجواء حاره لا يا تطلع مبكر وترد تريح يا اطلع من الثلاث ورا وجهه نظري الحين انا ويا الشباب موعدهم ما يبون مسبحنا يبون مسبح فرات اللي هو الاوتيل هايلينا فرايحين هناك يسلمون على فرات ويتنعنشون على قولتهم بالاكوا بارك اللي هناك سلام راح يسلم على فرات طبعا لا يوسخه بس منه. اهلا يلا يلا العيال صار لهم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شبعتوا؟ لا والله يبا شنو ما شبعت؟ يبا وصلنا كم ساعة؟ كم ساعة؟ ساعة بس يلا كفو يلا ورني ها عسى مستانس عبد الله سالم ها اسعد ما تعلمت؟ نبي تعلم يا اخي نبي تصير حرية علم الحين يزب روحك كنا اوه زين سالم وينه سالم فشو يلا يلا عاش 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 يلا نبي بدون هذه بدون الطفاحية ابي اتحداك شغلة قدها ولا مو قدها تحط الارض على صدرك انا اشوفك ماك شغل لا صدرك يعني شفت السيراميك اللي تحت إيه؟ تحطه هنا وتجي صحيح. والله اتحداك مرتين بعد واحد اثنين ثلاث روح رجال اذا سواها كفو والله كفو بس الحين ما عليك خوف ان شاء الله تقولي. الله يستر عليك قول ان شاء الله قول امين تقولي. قول امين امين انت الاسبوع الجاي لازم تسوي الحركه هذه يبقى. لازم يبقى لازم يبقى. وبالبيت ترى ممنوع الطفاحية هذه ممنوع بس خلاص ها؟ ظهري الحين يطق لها يلا لا ما له داعي ظهرك خلاص
لا لا خلاص والله يلا 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 الله يستر عليك يا رب الله يستر عليك. هلا طالع يلا شوف يونا موس يلا يلا غوص غوص كفو كفو يلا كفو يلا ابي 20 ثانية يلا بسرعة 1 2 3 4 5 والله كفو. اوه هذا اسعد ولد ابو عايد الله يحفظه. مع لحظة 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 للطيور الحين 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 يجي شوف الطيور اللي فوق يجي بس يحط بحجه ما بيمشي يقال لحظة هذا دخل لاحظتوا ثاني ثاني الحين يقال انه بس ياخذ شوية ماي بعدين يروح ياخذ شوية تراب هذا وعشان يسوي بيته من الطين لاحظ شفت شلون ما ادري اذا واضح بالتصوير ولا لا لكن الحين شوف قاعد يدورون كثرتهم فوق حسافه ما صدت عدل يجون بس ياخذون شويه ماي ويتوكل على الله قاعد يبني بيته فوق من الطين ان شاء الله اليوم اليوم ان شاء الله فقره اليوم بحاول اوريكم شلون طائر الخطاف او حتى يسمونه الرقيعي او السنونو على قولتهم شلون يبني بيته من الطين او كوخه من الطين. اجواء ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم صراحه روعة روعة والعمال هني قاعد يضبطون إضاءة المسبح اللي داخل يحطوا لهم مثل التايمر بحيث أنه يشتغل الساعة 8 وتطفي واحدة بالليل الإضاءة مالت المسبح ومالت السور. أنا دم يعني فهمت بالتركي بس الجو ساحر ساحر